السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعرف اصدار الريفت ده؟ هل هو 2015 ولا 16 ولا 17 من غير ما افتح الملف؟ تمام، في طريقة لذيذة وهي ان انا هاجي على الملف وادوس عليه رايت كليك واقول له اوبن ويز نوت باد. تمام، مجرد ما بتقول له نوت باد بيبدأ يحاول يقرأ الملف، هيطلع لي حاجة بالشكل دوت. فأول ما يفتح الشكل ده هقول له كنترول اف على اساس ابدأ ادور على الاصدار. بعد كده بكتب كلمة بيت بس في مسافات بينهم، اجي هنا واقول له كنترول اف واقول له بيت واسيب المسافات واقول له فايند نيكست، هيبدأ يقول لي ان دي الفورمات بتاعه 2020 بيت. تمام، فيبقى ده الملف دوت على 2020، هتلاقي فعلا الملف دوت موجود سامبل في ريفت 2020. فدي انسب طريقة عشان اعرف الملف دوت يعني مسافه على اني اصدار ريفت من غير ما اخد وقت ان افتحه.